الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخة العنود بنت مانع الهاجري حرم سمو الأمير البلاد المفدى، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كنت متوقعيني بادخل على كرسي متحرك، لا، لأني دائما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي، أحب أحس بنعم الله علي، وأحب أعيش واقعي اللي أشوفه جميل. اسمحوا لي أعرفكم بنفسي، اسمي غانم محمد المفتاح، عمري 16 سنة، في صف ثاني ثانوي، ولدت في عام 2002، وكانت ولادة صعبة صعبة وايد، أكيد مو علي، على أمي. كانت صعبة لأنها ولادة مبكرة في الشهر السادس، وأثناء فترة الحمل، وبسبب المضاعفات الخطرة اللي تعرضت لها أمي، نصحها أحد الأطباء بجهاض الجنين المشوه رحمة فيه وفيها، وكانت دمي عليه، ربي أرحم مني ومنك فيه، وقررت بدون أي تردد المحافظة عليه، ولولا إرادة الله. ثم لما اتخذت أمي هالقرار ما كنت موجود بينكم الحين. أكيد تتساءلون وين دور أبوك يا غانم؟ أبوي هو مصدر قوة لأمي بعد الله، ورد عليها بكل ثقة بعد ما بلغته بأنها حامل بابنها المشلول. أنا رجله اليمين وانتي رجله اليسار، وابتدت الرحلة مع إعاقة نادرة تسمى متلازمة التراجع الذيلي، فاقد لثلاث أرباع عظام جسمي، لكني أملك نعمة عظيمة، نعمة الإدراك. عندي مشاكل صحية كثيرة في كل أجهزتي الداخلية، مشاكل في النوم، في التنفس، في الأكل، في الحركة، وكل ما أكبر تكبر هالمشاكل وتزيد، لكن بعد يكبر فيني الأمل ويزيد. عمليات جراحية خطيرة كثيرة سويتها، وما زلت بحاجة للمزيد، ومع كل هذا أعتبر نفسي محظوظ، محظوظ لأني ما كنت مكان أمي في اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بحالتي الصحية، والحمد لله كانت قراراتها ناجحة. كان عمري يومين في هالصورة ومبتسم. تقول أمي الجميع استقبل قدومك للدنيا بتبني الموت لك، لأنهم يشوفون الموت أرحم من الإعاقة، ولكنك استقبلت الدنيا بابتسامة. ويدتي كانت من بين الناس اللي تمنوني الموت رفقا بي بأمي، واليوم يدتي دائما تعرف نفسها بجدة غانم حبا وفخرا. خذتني أمي للبيت وما كانت تعرف شلون تتعامل معي لخطورة حالتي الصحية وصغر حجمي، كانت تشيل لي على المخدة لما ترضعني، خوفا على أحشائي الداخلية لأن ما كان حوالي عظام تحميها. كانت تجربة صعبة وقاسية، وفي نفس الوقت تحدي كبير لها، فتثقفت، تدربت، سافرت، بحثت، اخترعت، تعلمت لتذليل الصعوبات اللي تعرض لها. وأول هذه الصعوبات صغر حجمي وحركتي واعتمادي على الآخرين في أموري البسيطة في البيت، فتم تغيير كل المرافق فيه لتناسب احتياجاتي، فاعتمدت على نفسي في معظم أموري، وهالشيء عزز ثقتي في قدراتي. الحية، السمكة، الضفدع، هذه بس ما كانت حية، هذه ألقاب ينادوني فيها الأطفال لما كنت أحمل لعبها. نظرة الاستغراب والفضول والشفقة والسخرية في كل مكان رحلة، أكيد كانت تجرح أمي بس ما كانت تغضب أمامهم، وتعلمت من هالشيء. كان أمامها خيارين، يا إنها تعزلني عن الناس علشان تحميني، وللأسف الشديد في بعض الأهالي يظنون عزل أبنائهم ذوي الإعاقة حماية لهم، والخيار الثاني تقديمي للمجتمع. طبعاً اخترت الثاني علشان أنا أتقبل المجتمع ويتقبلني. قامت بعدة أمور، استخدمت موهبتها في الرسم والتصميم والتأليف لطباعة مئات الآلاف من المنشورات والملصقات
والكتيبات وكلها بجهد شخصي، وزعتها مجانا على الهيئات والمؤسسات والمدارس، وأثرها كان إيجابي في نشر الوعي والتثقيف لمحاربة الخجل الاجتماعي. إنك أنت تخجل من إعاقتك أو هلك يخجلون منها، أنا بصراحة أشوفها أكبر إعاقة. من التجارب الجميلة اللي تعلمت فيها بعد العطاء والتواصل وقيمة الكلمة الطيبة وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، كنت أزورهم شهرياً مع أمي وأقدم لهم الهدايا البسيطة. أذكر في يوم من الأيام أم أحد المرضى تقول: أول مرة تشوف معاك يعطي، دايماً متعودين عليهم يأخذونهم وأسرهم. وكان رد أمي عليها رد عملي: إن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم قادرين على العطاء ولهم دور فاعل كبير في المجتمع، وذلك بإنشاء جمعية غانم للكراسي المتحركة في البيت ليس لها أي صفة رسمية، وتوزيع مئات الكراسي المتحركة والأجهزة الطبية على المحتاجين لها، والحمد لله لا زالت مستمرة. المدرسة بداية دخولي فيها واجهتني صعوبات كثيرة، إدارة المدرسة بتخوف أن قبولي يكون عبء عليهم، فجهزت أمي المدرسة لي مثل ما جهزت البيت. بعض الأمهات رفضين دخولي لأن عيالهم يخافوا بشكلي، لدرجة أن واحدة من الأمهات نقلت ولدها مدرسة ثانية. الطلبة يطالعوني باستغراب، ما يبوا يلعبون معاي، يعلقون علي، يتبرون علي. حسيت أني كان غريب. أرجع البيت أصيح أشتكي لأمي، أقول روحي هوشيهم طقيهم. أمي ما راح هوشتهم أو طقتهم، أمي علمتني أن تغيير كل الناس علشاني أمر مستحيل، والحل أني أتغير من داخلي وأتقبل نفسي. وكانت دائما تقول: أنت مختلف وجمالك يا حبيبي باختلافك. قالت لي: يا غانم ممكن الطلبة يبون يلعبون معاك بس خايفين يعورونك، انت قرب لهم بين لهم قدراتك. علمتني لما حد يشوفني باستغراب ابتسم وابدأ بالسلام. امي ما راح اتوشتم او طقتم علشان تحميني، امي علمتني ادافع عن نفسي وابتدي بالكلمة الطيبة. ولما كبرت عرفت ليش امي كانت دايما تزور مدرستي. تدرون ليش؟ كانت تجتمع مع الطلبة واولياء امورهم وتقوم بأنشطة كثيرة لتعرفوا بمفهوم الدمج، وأن التعليم حق لكل إنسان مهما كان مختلف. في هذه الرحلة اللي ذكرتها لكم بكل صعوباتها ومعوقاتها وبذكرياتها الجميلة، جهد كبير بذله أسرتي فيها في إعدادي وتأهيلي وتدريبي وتعليمي. تعلمت الصبر، الشجاعة، الثقة، التفاؤل، الإيجابية، احترام اختلاف الغير وتقبله. تعلمت إن في بدائل للأشياء اللي ما أقدر أسويها. تعلمت التعايش مع إعاقتي برضا وحب وسلام، وأطور قدراتي وأنمي مهاراتي. تعلمت إني أقدر أكون أكبر من توعقات الآخرين وأتجاوز كل الإحباطات لأن القادم أجمل. تعلمت ما أعتمد على الآخرين في تحقيق طموحاتي وأحلامي، ممكن أقبل بالمساعدة والتوجيه لكن تحقيقها مسؤوليتي. كل هذه الدروس تعلمتها من أم عظيمة وأب عظيم، قدموها لي بشكل عملي وتطبيقي وليس من النحس والإرشاد فقط. إعاقتي ما منعتني من ممارسة كل أنواع الرياضات اللي أحبها، منها السباحة، التزحلق على الجليد، كرة السلة، السكيت بوردينج، الدراجات، ركوب الخيل، تسلق جبل شمس 3000 متر، حصلت على ليسن بادي للغطس وغطست 20 متر. وكلها احتاجت مني وقت وجهد للتأهيل وللتدريب ومدربين خاصين وأجهزة خاصة صنعوها لي. وأقول لكم حاولت وفشلت وبعد حاولت وفشلت
وبعد حاولت وفشلت لحد ما تمكنت وصرت محترف في معظمها. إنجازات كثيرة حققتها بفضل من الله، ثم جهدي ودعم أسرتي ووطني. أدير شركة خاصة بالآيس كريم. فيها 60 موظف. أصبحت والحمد لله محاضر في الجامعات والمؤتمرات والمدارس، وأصغر متحدث في الأمم المتحدة. لي أعمال إنسانية كثيرة، شخصية وعامة، مع جهات رسمية في الدولة داخل وخارج قطر. حصلت على جوائز وألقاب عديدة، كرمت من حكام وقادات دول كثيرة. أنا سفير النوايا الحسنة وسفير فخري للكثير من الجهات الرسمية في الدولة. أصبحت والحمد لله ملهم ومؤثر لملايين البشر على برامج التواصل الاجتماعي. وما ذكرت كل هالأشياء علشان أستعرض أو أتباهى فيها، ولكن لي أقول لكم بالإرادة والعزيمة نحقق المستحيل، وبالعلم والعمل نرتقي ونتطور. نعم، نعم، نجحت في إثبات نفسي وتحقيق الكثير، لكن هل اكتفيت؟ هل هذه دوري في الحياة؟ غانم اللي تحدى إعاقته وتحقيق وأثبت نفسه وتحقيق طموحاته وأحلامه الخاصة فقط؟ لا، أحس أني تعديت هالمرحلة إلى مرحلة أكبر وأعمق وأجمل، أن يعني يكون لي دور في حياة الآخرين وساهم في بناء مجتمع وطني. وأدعو الله أني أكون محفز لكل بائس، ملهم لكل مغامر. مساعد لأي محتاج، محب لكل إنسان، ودي أكون قادرة على نشر الأمل والتفاؤل والإيجابية والمحبة والسلام. وعلى الصعيد الشخصي إن شاء الله بكون سفير البلاد قطر. شكرا لكم، أمتكم الله.